انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أشغال الملتقى الوطني للشباب الفاعلين في الحركة الرياضية تحت شعار فضاءات الشباب رؤية تمكينية بمشاركة قرابة 1500 شاب حامل للمشاريع الاجتماعية بإشراف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاد وبحضور أعضاء من الحكومة إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للشباب. اللقاء يهدف إلى تقييم واقع مؤسسات الشباب وبحث السبل الكفيلة بترقية أدائها من خلال عدة ورشات تتناول أولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب. وبالمناسبة أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق السبقاك أن الشباب كانوا دوما ضمن أولويات رئيس الجمهورية باعتبارهم محور كل السياسات العامة لبناء دولة قوية. إن التزامات السيد رئيس الجمهورية تجاه الشباب نابعة من عقيدة ثابتة لديه أن الشباب هم أساس ومحور كل السياسات العامة لبناء دولة قوية، ويستند إلى قناعة راسخة بأنهم أساس قوتها وعامل مهم في طريق نهضتها وتقدمها، ويمثلون مكانة خاصة في خطط التنمية الوطنية باعتبارهم ثروة مستدامة وعنصر مهم في التنمية والاستقرار والأمن.